فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لكفارة اليمين والفدية، هل يجوز بالنسبة لكفارة اليمين وللفدية، هل يجوز أن تعطى للجمعيات الخيرية لكي يقومون بإخراجها عنه؟ تعطيها من تثق أنه سينفذها، أما تعطيها لجمعيات ما تدري تضيع فيها وتتكدس مع أشياء أخرى فلا تعطيها إلا لمن تثق أنه سينفذها على الوجه المشروع. نعم.